هل تعلم ما هي فوائد الكركديه والأمراض التي يعالجها ويقي منها؟ عرف الإنسان خلال حياته العديد من النباتات والأشجار من حوله، والتي يستغلها للعديد من الأغراض، فهو أحيانًا يستعملها كزينة، وأحيانًا أخرى يستعملها للغذاء أو كمشروبات، مثل الكركديه، والكركديه شجرة ذات لون أحمر وذات زهور بيضاء، وتميل إلى الإحمرار أحيانًا، ويبلغ ارتفاعها ما يقارب المترين، ويكثر انتشارها في البلدان العربية مثل: مصر والسودان وسوريا وغيرها وتعد افريقيا موطن زراعتها الاصلي يتناول الناس الكركدي كمشروب الى جانب غيره من المشروبات الشائعه المستهلكه بكثره بينهم حيث يتم غلي اوراقه ويشرب ويشرب المزيج الناتج عنها باردا او ساخنا وللكركدي نوعان الكركدي احمر اللون والكركدي الابيض العناصر الغذائيه في مشروب الكركدي يضم الكركديه العديد من العناصر التي اكسبته الاهميه العظيمه والتي نذكر منها ما يلي: اولا فيتامين سي او جيم مواد ملونه جلوكسيدات حمض الستريك، مكونات كيميائيه مثل الانسوسيانين، املاح او كسالات الكالسيوم، فوائد الكركديه: للكركديه العديد من الفوائد التي تؤثر على مختلف اعضاء واجهزه جسم الانسان بشكل ايجابي، نذكر منها ما يلي: تخليص الجسم من السموم من خلال ادرار البول، خفض ضغط الدم، الاسترخاء، والتقليل من الاضطرابات والضغوطات والتوتر والقلق إذا انه يهدئ الاعصاب، خفض نسبة الكوليسترول خاصة الضارة منه في جسم الانسان، دوره الفعال في تحقيق الفائدة لمرضى السكرة، علاج أمراض الكبد، تسهيل عملية الهضم، تخفيض وزن الجسم، علاج الانفلونزا ونزلات البرد، وتقوية القلب للكركديه أغراض جمالية مثل: تثبيت لون صبغات الشعر علي سبيل المثال، وقاية الجسم من الفيروسات والبكتيريا، علاج حالات الإمساك وعسر الهضم، وقاية جسم الإنسان من الإصابة بمختلف أنواع السرطانات. مشروب الكركديه: يعد مشروب الكركديه الناتج عن غليه ثم شربه مباشرة او بعد فترة زمنية في الثلاجة شرابا مرطبا ويضفي الانتعاش علي الإنسان. ويتميز بلونه الأحمر المميز ويمكن تحضير هذا المشروب من خلال جلب بعض أوراق الكركديه الجافة ثم وضعها في وعاء مناسب وسكب الماء عليها حتى تنقع ومن ثم تصفية الماء وشربه بلا شوائب ويمكن إضافة السكر إليه حسب الحاجة والرغبة ويجدر بالذكر أن على النساء الحامل الابتعاد عن شرب الكركديه لما له من أثر سلبي على صحتهن إذ تزيد احتمالية حصول حالات الإجهاض كما يمنع أصحاب الأمراض التي تتعلق بضغط الدم من شربه إذ يؤدي على المدي البعيد إلى تلف الدماغ أو القلب كما يسبب الدوارة والدوخة لهم إذا استفدت من هذه المعلومات إذا استفدت من هذه المعلومات إشترك الآن في القناة ليصلك كل جديد إن شاء الله